على عينيا يا حبيبتي. اصل الراجل اللي انا بجيب من عنده اتاكل. انا يا اختي والله العظيم لو كان عندي ما يسوش عليكي ابدا. شوفي بقى فتحي جوزك يمكن يقدر يجيب لك ولا حاجه. هما دول بس درغم الكميه اللي كنا خدناها من الخواجه ماريو خلص. طب وبعدين هنعمل ايه؟ مفيش، الاستاذ مجدي بقى يتصرف. هنرجع نشتغل بالغالي تاني؟ طب انا عندي فكره. قول يا ابو العريف. احنا نروح للخواجه ماريو في السجن ويشرح لنا سر التركيبه. ايه شكلك خيبه؟ ما التركيبه عارفينها. المهم المقادير نحط ايه على ايه فيطلع كده. وبعدين بقول لك ايه؟ امسح من دماغك خالص انك تهوب الايام دي ناحيته. خلينا جنب الحيطه اعمل معروف. مش مهم، نشتري بالغالي ونبيع بالغالي. وبعدين يا اخويا ما الزباين كلها بتاعتنا على قلبها فلوس قد كده. طب تصدق وتؤمن بالله؟ مرات فتحي لسه مكلماني دلوقتي، عايزه اي شمه حتى لو هتكلفها 1000 جنيه. لكن برضه لا، خلي جوزها ابن الكلب يتأدب. بس كده ممكن يجرى لها حاجه. ما يجرى لها اللي يجرى لها. هو ده اللي انا عاوزاه. طب وفريدي اتكلمت؟ ما تتكلم يا اخويا. دي زبونه عندي في البوتيك وبعيد عنك، البودره لحست مخها. احنا برضو نعرف حاجه عن المدعوقه اللي اسمها بودره دي؟ لا 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 لا، كله بقى الا الحرام. فين ليلي؟ ليلي فين؟ مش موجوده. في ايه بس يا مدام ميسه؟ طب انا محتاجه اي حاجه، اي حاجه. حاجتي انا ما اعرفش حاجه هنا خالص. ابص ايدك يا زيزي، انا عارفه ان انت عارفه مكانها فوق. صدقيني ما فيش حاجه فوق، مدام ليلي بتجيب الحاجه وهي جايه. انت كدابه. انا عارفه ان مكانها فوق. انا هطلع جايه. مدام ميسه، مدام ميسه الحقيقي. مدام ميسه جايه وعامله زي المجنونه. هي فين؟ طلعت فوق، فاكره ان الحاجه فوق. وازاي تسيبها تطلع فوق؟ ما قدرتش عليها. هتفرج فيها عامله ازاي دلوقتي. طب اللي انت بتعمليه ده بقى ينفع؟ حتى اللي انت كده يا ريلي. ابص ايدك يا ريلي، سطر واحد بس، سطر واحد. يا حبيبتي انت مش عايزه تصدقيني ليه؟ الراجل اللي كنت بجيب منه البضاعه اتقفش وحبسوه، اعمل ايه؟ لو معايا حاجه انا معقوله استخسرها في العين الحلوه دي؟ طب قولي لي انا اعمل ايه؟ انا هموت يا ريري، هموت. ما انا كمان يا حبيبتي هموت وهتفضح. ده محل ليه سمعته؟ يعني انت يرضيكي زبائن يخشوا يقولوا عليا ست بطاله؟ بقول لك ايه؟ انا مش همشي من هنا غير لما تجيبي لي بودره. وهتقلي ادبك ليه بقى؟ ما احنا كنا كويسين. المحل ده باكل منه ماما يا حبيبتي، يعني الزبون لازم يبقى مستريح معايا. تيجي تنزلي معايا تحت وانا اجيب لك اللي انت عايزاه؟ طب وعديني. اوعدك. ربنا يخليكي يا ريم. طبعا يا حبيبتي تعالي. انا عارفه ان انا مش هعمل. تعالي بس تعالي انا هقول لك. انتي اللي كنتي هتتصرفي. يا بنتي ما تطلعيش عيني، تعالي انا هتصرف. حاضر. حرام عليكي يا ريم. انت مش خاطري يا ريم. يا بنتي طالعه من خاطرك على عيني وراسي. شايفه الباب ده اهو؟ ها؟ يلا اتفضلي يا حبيبتي. حرام عليكي، انا هموت، انا مش قادره استحمل. اقول لك انا على حل بقى. بصي اول الشارع فيه اغزخانه، يا تروح الاغزخانه يا تروح المستشفى. يدي روحه وانا مهدئه يا حبيبتي. بعد كده بقى فتحي جوزك يجيب لك البوطه. جوزي ما يعرفش ان انا مدمنه يا ريدي، حرام عليك. ومنه يا حبيبتي يعرف، وبعد كده هيجيب لك. ساعتها هيطلقني. وماله يا اختي ما يطلقك؟ ما طلق قبل كده. يلا يا ماما، يلا. هموت ايدك يا ريدي، هموت ايدك. شقه واحده بس، شقه واحده. تعالي كده تاني. انت تعبتيني. حرام عليك يا ريدي. لو شفت وشك تاني في المحل هنا هطلب لك البوليس. وانت عارفه الاشكال ازاي البوليس بيعمل لهم ايه؟ بيعمل لهم قضيه وبيفضحهم وبيحبسهم. حرام عليك يا ريري، حرام عليك. برا. الو، ايوه انا فتح العقاد، مين معايا؟ ايه؟ ميسه مراتي؟ امتى ده حصل؟ طب المستشفى دي فين؟ ايوه ايوه عرفتها. طب انا جاي حالا حالا. يا دكتور عايز حد ايه؟ قول لي بصراحه يا فتحي، انت تعرف ان المدام بتعطى حاجه؟ تعطى حاجه؟ تعطى حاجه ايه؟ انت مجنون يا دكتور. المدام كانت محتاجه نقل دم، ولما حللنا العينه لقينا فيها اثار الهيروين كبيره جدا. هيروين؟ هيروين ايه؟ انت بتقول ايه؟ للاسف المدام مدمنه مخدرات. معقول؟ تحب اجيب لك نتيجه التحاليل؟ لا شكرا يا دكتور، بس انا
لاحظتش عليها أي حاجة. معقول يا فتحي بيه؟ ده خصوصا مدمن الهيروين بيبانوا من تصرفاتهم وحركاتهم. جايز. أصل أنا ما اقعدش في البيت كتير. وعايز أقول لك كمان إن الحادثة اللي حصلت دي احتمال كبير تكون هزت أعصابها، وده لأنها ما كانتش خدت الجرعة. اسمع يا دكتور، الكلام اللي أنت قلته ده مش عايز مخلوق يعرفه. انزل. وزع هو هنا وتعالى معايا فوق. خد النور معاك في الشباك. ورايا. يا وزيرتي انتوا مين؟ انا اسف على الازعاج. ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا مين؟ اطلب البوليس. اطلب البوليس لو عاوز. البوليس كلنا هنا تحت امرك. انت ايه اللي بتعمله ده؟ وازاي تسمح لنفسك تدخل على واحد ومراته اوضه توم؟ ياه بالسرعه دي لحقت تنام يا مجدي بيه؟ وانت مالك؟ امال مال مين؟ ده شغلي، خصوصا ان انا مراقبك من ساعة ما نزلت من البيت ومعاك شنطة المخدرات. انا ما كانش معايا حاجة. انا مش فاهم يا اخوي ايه حكاية المخدرات اللي انت بتتكلم عليها ديت. مش فاهمة ليه مصر ان احنا بنتاجر في المخدرات. تابع جميع حلقات مسلسل البطنية على فيو.